سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الإخوان أستأذنكم في تطالع نقرأ هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء على شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما هم أهل الكتاب فليكن، أو من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكراهم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له صلى الله عليه وسلم فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا أخوان، هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدلنا على أهمية الدعوة إلى الله، وأن الإنسان بعد أن عرف التوحيد وفضل التوحيد وعرف يعني الخوف من الشرك وخطورة الشرك، فإنه يحرص بعد ذلك على أن ينفع إخوانه المسلمين وينفع غيرهم ممن يجب أن يدعوا إلى الإسلام ويبين لهم محاسن الإسلام وعظمة الإسلام، فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من عمل المسلم، وهذه وظيفة الأنبياء، وشرف للمسلم أن يسهم فيها على قدر علمه وعلى قدر ما أعطاه الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من قول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو على علم، حتى ولو يبلغ آية واحدة أو مسألة واحدة أو يحث غيره على خير، سواء كان هذا فرض أو نفل أو أي عمل من الأعمال الصالحة. لكن أيها الإخوة، من المتقرر عند أهل الإسلام وعند علماء المسلمين والسلف الصالح أن أول ما يبدأ به ويدعى الناس إليه التوحيد. ما الفائدة أن يأتي الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويتعبد ويجتهد في طاعة الله ويتصدق وهو يدعو ولي من دون الله أو صاحب قبر أو يستغيث بغير الله أو يذهب إلى الكهنة والسحر والمعرفين أو يعمل أي ناقض من نواقض الإسلام أو شرك بالله سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة من هذه الأعمال؟ قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل أعمالهم هباء منثورا، لا فائدة منها إذا كان الإنسان عنده شرك. فلذلك بينا هذا أهمية الدعوة للتوحيد والبداء بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فلا بد من هذا، يأخذ الإنسان هذا في باله. فلو جئت أناس يعبدون القبور والأوثان فلا يستقيم أن تتكلم لهم عن قيام الليل أو فضل الذكر أو تحث أو تنهاهم عن منكرات أو كبائر، وهم يقعون في أكبر الكبائر وأقبح القبائح وهو الشرك. بل تبدأ بدعوتهم إلى التوحيد ثم بعد ذلك تأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، الدعوة مثلها مثل غيرها من العبادات، يشترط فيها الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعوة عبادة، فيخلص الإنسان فيها، يريد بها وجه الله، يريد بها رفع الجهل عن إخوانه المسلمين، يريد بها تذكيرهم، يريد بها ربطهم وليكون اتصالهم بالله صحيحا وسليما على منهج الرسل. هكذا يكون قصد الإنسان. وقد نبه المصنف المؤلف رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، قال: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أهم شيء تدرس عندي، تتعلم علي، تحضر دروسي، تحضر دعوتي، تتأثر بي، تقرأ لي فقط غيري لا، فكأن الإنسان يدعو إلى نفسه. لكن لما الإنسان
يعني يحرص على أن يدل الناس على الخير عن طريقه وعن طريق غيره، ويفرح أن الناس يتلقون العلم من بابه أو من باب غير بابه، أهم شيء يصل الناس إلى الخير، فهذا علامة وأمارة على الإخلاص. الشرط الثاني أن تكون الدعوة وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان الذي يدعو على غير منهج النبي وعلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعني يلخبط الأمور، ربما يدعو إلى شيء من الأعمال الصالحة والإنسان واقع في الشرك، ربما يدعوه مثلا إلى عمل فاضل وهو مضيع للصلاة، وهكذا. فلا بد أن تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته. ختاما يا إخوان، نمارس الدعوة بشكل يومي، تدعو أبنائك إلى الصلاة، تدعو نسائك إلى الصلاة في أول الوقت وعدم التأخر عنها، يعني إخراجها أحيانا عن وقتها أما الفاضل أو عن وقتها، لأن كثير من النساء تنسه عن الصلاة في البيت. نهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف في البيت. جيرانك كذلك إيصال الخير إليهم، دلالتهم على المسجد، حث المتخلف عن الصلاة إلى المسجد الذهاب إلى المسجد. لو كان عندك عامل أو خادمة أو غير سائق كافر تحسن إليه، تعطيه أجرته في وقتها، تحسن إليه، تزيده أحيانا، تهدي هدية في بعض المناسبات بهدف دعوته إلى الإسلام، هذا من الدعوة إلى الله. تأتيه بكتاب، تأتيه بشريط، بوسيلة دعوية بلغته، ثم يقرأ عن الإسلام ويسلم، يكون في ميزان حسناتك إلى يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من إنسان موفق أتى على يديه وأسلم على يديه العشرات من العمالة، وهو إنسان يمكن عامي، لكنه يأتي بالكتب بلغتهم ويدلهم على الخير ويطعمهم ويتصدق عليهم ويحسن إليهم، وإذا كانوا عمالة عنده يرحمهم ويحسن إليهم ويتألفهم ويعطيهم أجورهم وراتبهم في الوقت المناسب، ويبين لهم محاسن الإسلام. فإذا رأوا محاسن الإسلام في أخلاقك في البيت، العمال والخدم، في تعاملك معهم، فإنهم سوف يرغبون في الإسلام، وتكون بذلك داعية إلى الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الحريصين على الدعوة والدلالة إلى الخير، وأن نبلغ الناس ولو آية ولو مسألة ولو فائدة، فسيكون ذلك في موازين أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزاكم الله خير.